بسألك سؤال بسيط، جاهز؟ كم الساعة؟ صعبة شوي؟ طيب نجرب مرة ثانية، كم الساعة؟ لسه؟ طيب الحين أحسن صح؟ هذه ساعة سهل قراءتها لأنك تعودت عليها، بأي مكان في العالم تقدر تعرف الساعة كم. المواصفات والمقاييس هي التي جعلت الساعة اللي عندك وبأمريكا وبالهند نفس الساعة، هي اللي حددت أن الساعة تقسم ل 12 رقم، رقم 12 يكون فوق و6 يكون تحت. الساعة مثال، أفياش الكهرباء، فتحات البنزين، وحدات القياس وغيرها، كلها مصممة وفقاً لمواصفات قياسية معينة. المنظمة الدولية للمقاييس ISO أصدرت أكثر من 25,000 مواصفة. فكر مثلاً بطاقة البنك، في مواصفة حددت أبعادها بالضبط، والنتيجة أي مكان في العالم بطاقتك تقدر تستخدمها. حتى المحافظ صممت بشكل يناسب هذه البطاقة. من يحدد هذه المواصفات؟ في كل دولة توجد جهة تحددها. في السعودية مثلاً هيئة المواصفات والمقاييس السعودية هذا دورها، تجتمع مع الجهات الأخرى حول العالم وتحدد المواصفات المناسبة للصناعات المختلفة. هدف هذه المواصفات أنها تضمن أن أي منتج يوصلك يحقق متطلبات الجودة، يكون أكثر أماناً وأكيد سهل الاستخدام. والحين من جديد نسأل، الساعة كم؟